أعلن فرانك ريبيري النجم السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم وفريق بايرن ميونخ الألماني اعتزاله كرة القدم. وكان من المفترض أن يستمر عقد ريبيري مع ساليرنيتانا الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه قرر إنهاء مسيرته الاحترافية الآن. ولعب ريبيري 39 عاما لعدة أندية أخرى خلال مسيرة احترافية استمرت 22 عاما، من بينها ميتز ومارسيليا وفيورنتينا. وقضى ريبيري الجزء الأكبر من مسيرته ضمن صفوف بايرن ميونخ، وقد توج معه بلقب الدوري الألماني بونسليغا 9 مرات خلال 12 عاما. وكذلك اعتلى ريبيري منصة التتويج بكأس ألمانيا 6 مرات، توج مرة واحدة بكل من كرة طويلة من كروس، وين الراس وريبيري؟ جول الملك الإسباني، يعاني الباير مع الألمان، ليس هنالك أمان. أجل ملعب الأنلس علينا في انفجار مع نجوم الكبار، وفي النهاية يسجل الهدف الأول في المباراة. فرحة جماهير، هدفين مقابل سيدات النتيجة، حقق السيتي الفوز في ملعب الاتحاد، هدفين بدون رد. كرة لمصلحة ريبيري، ريبيري يلعب كرة، الله يا بلال، شوف اللقطة مرة أخرى، غفلة من الكل، ريبيري هنا استقبل.